لكنهم قوم يفرقون لو يجدون ملجأ يلجؤون إليه بعيدا عنكم أو مغارات يدخلوا فيها للابتعاد عنكم إذا طلبتموهم بأي تكليف شرعي كجهاد أو غير ذلك أو مدخلا يدخلون فيه لولوا إليه وهم يجمحون. أما يجمح فمن معانيها يتقاعس عن الخروج معكم بالهرب إلى كهف مغارة ملجأ، فيجمح معناها يتكاسل ويتباطأ، أي يتكاسل عن الخروج للجهاد في سبيل الله، هذا معنى كلمة يجمح. ولذا فكلمة الفرامل التي تستعمل عند المصريين، الفرامل التي تستعمل لإيقاف السيارة، هي في لغة العرب في الجزيرة في السعودية ونحوها سموها الجوامح، الجامح يعني الفرامل، الجامح يعني الفرامل التي توقف السيارة، فيجمعون يتباطؤون عن الجهاد ويتخلفون عن الجهاد في سبيل الله.